اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. جيت عاوتاني للمركز هنا عاوتاني نشري شي مسائل، وبغيت نوريكم عاوتاني بعض المنتوجات اللي ما وريتش في الفيديو اللي فات. عاوتاني نوريكم الاثمنه ديالها، نوريكم شنو كاين، غنحاول نوري بعض المنتوجات كما قلت اللي ما وريتش في الفيديو الاخر اللي فات، غنوريكم في هذا الفيديو هذا. كاين مثلا هذا القراعي هذو ديال العدس كما كتشوفوا 59 سنتيم، العدس ديجا كتكون بريباري يعني مبزقه وكلش. اللوبيا مثلا هذه بوينو شحال كيلو، مثلا هذا كيلو ديال اللوبيا اورو 69، هذه واحد النوع ديال اللوبيا عاوتاني اخرى اورو 90 كيلو، هذا الحمص اورو 20 كيلو كما كتشوفوا، هذا عاوتاني اورو 54 كيلو، هذا النوع هذا ديال الحمص، هذا النوع هذا الاورو 99 كما كتشوفوا هنايا، هذه قرعه 79 سنتيم، هذا الحمص ديجا مبريباري مفزق كما كتشوفوا، هذه صغيره عاوتاني ب 54 سنتيم، صغيره هذه. هذا ب 70 سنتيم هذا النوع هذا الحمص كذلك. اللوبيا فوالا اللوبيا هذه ب 59 سنتيم، هذه ب 59 سنتيم ديجا تاهي بريباري يعني مفزقه. العدس هذه ب اورو 49 كما كتشوفوا هنايا، هذه كيلو ديال العدس. نوريكم عاوتاني بالنسبة للزيت مثلا كاين هذه ب 3 اورو 15 النوع هذا ديال الزيت، يطرو ديال الزيت 13 اورو 60 عاوتاني بحال 5 لتر ديال الزيت. هادي مثلا الزيت روميه بحال دايره 99 سنتيم يعني نقولو اورو، هادي لتر ديال الزيت، الزيت روميه هادي 4 اورو 79، 5 لتر ديال الزيت روميه كما كتشوفو 4 اورو 79. هادي الطحين كيلو ديال الطحين 73 سنتيم كما كتشوفو، كيلو ديال العجينه الطحين، هذا 5 كيلو ديال الطحين اورو 95 كما كتشوفوا هنايا. هذا القناشي ديال خمسة كيلو كما كتشوفوا الاخوان، هنا عاوتاني كيلو ديال الطحين ب 43 سنتيم، الطحين هذا عاوتاني كما كتشوفوا، الملاح غير ب 23 سنتيم، هذا الملاح هذا غير ب 23 سنتيم كما كتشوفوا هنايا. هذا ديك الخبز محكوك يقليو به مثلا الحوت، يقليو به الدجاج مثلا، الخبز محكوك بار يالو 67 سنتيم، الخبز يابس كيكون محكوك، حيت كاين الناس مثلا نيت اللي كيلبسو الخبز وكيحكوه، وكاين كيكون ديجا بريباري كيتباع بريباري. هذا عاوتاني 80 سنتيم هذا النوع ديال بار يالو، هذا بالتوم، هذا بار يالو بالتوم. كاين الشي كونفيلادو كيما كتشوفو الاخوان، الشي كونفيلادو كما كتشوفو خضرة مثلا مخلطة، داكشي كونجلي كما كتشوفو، يعني كلشي يعني خضرة مخلطة كتكون في البولصة سايدة، مايز كذلك تاهي عندهم في البولصة تاع ثاني، هذا الفول، الفول أو يباون كما كنقولو في الشمال حتى هو كذلك عندهم منقي في البولصة، هادي ثاني بحال اللوية خضرة، هادي اللوية خضرة كذلك عندهم في البولصة هنايا، الجلباني كما كتشوفو، كاين هاد النوع هذا، كاين هاد النوع هذا ثاني ديال الجلبانة بأورو غير 80 سنتيم. كاين هذا الاورو 15، هذه كبيرة بولصة كبيرة فيها الاورو 15، وحتى هادو كاستانيا سميتهم عاوتاني بحال هذا بحال الزريعة كاستانيا سميتهم. كاين بروكولي عاوتاني كذلك كما كتشوفو، كلشي بطاطا فليتا عاوتاني كونفيرادات واجدين عاوتاني على حساب القلي كما كتشوفو، مثلا اورو 50 بطاطا فليتا كما كتشوفو. فلان عاوتاني فلان اورو 95 كما كتشوفو، فلان اورو 50. هذا الروز كوسيدو عاوتاني، الروز ديجا الريكوسيدو يعني هو ديجا مطيب، كيكون ديجا مواتي بحال بحال نقولو. كما كتشوفوا الخضار والفواكه هنايا، الجزء ديال الحوت كما كتشوفوا الاخوان، الحوت كلشي كاين هنا بوكيرونيش، كلشي عنده بزاف ديال الانواع ديال الحوت كما كتشوفوا، هذا الميخاس، الميخاس كذلك بوكيرونيش، سالمونيتي، هذا لينغوادو، كلشي عندهم كما كتشوفوا. الصومون كاين، السالمون كاين، بعض الانواع ديال الحوت كونفلي كما كتشوفوا، هذا سميتو هذا كما قلت هذا السالمون، فيسكادية كذلك حتى هي عندهم كونجلي هنايا، فاكاس دي كانغريفو هنايا حتى هما كذلك عندهم،
هنا يعني كاين الغامبا كونجلي عاوتاني كما كتشوفوا، غامبا صغيره كبيره بكل الاشكال ديالها. هنايا هنا كما كتشوفوا الاخوان، هذا طوماطي فريتو، طوماطي فريتو عاوتاني كنا هذا مثلا 45 كما كتشوفوا. هنا هذا الاورو ثلاثة الاورو، هذا كاين هذا الاورو 70، هذا تقرا عليه الزر دائما، هذوك اللي كيكون تقرا عليه الزر كيكون الجودة ديالهم أحسن دائما. وهادو بحال السوقات كيكونوا ديجا في الآخر، كنظن غير كيسخنوا هكا كيسخنوهم وصافي. السوقة ديال الخضرة، السوق بزاف ديال الأنواع ديال السوقة هنايا كما كتشوفوا. هادي سميتو كالدو دي بويو يعني، هنايا مثلا عندهم ديك ادي بريم، بحق هادي ماشي حلال راكم عارفين بالنسبة للكالدو دي بويو ديال ميركادونا. وهادو هذا كان تاهو كالدو دي بويو كما كتشوفو، شوفو شكون صالحين. الملاح كما كتشوفو نوري شكون قبير، 24 سنتيم مثلا، 23 سنتيم الملاح. هنا الاخوان بالنسبة للبروسيلادوس الخبز، الجهة ديال الخبز كما كنقول لكم دائما، الخبز ديال ميركادونا الخبز المفضل عندي انا، بالنسبة لي احسن خبز بالنسبة لسوبر مارشي كاملين، سوبر ميركادوس كاملين. المولف كانت ديها لي ب 5 اورو مثلا كما قلت لكم، هذه ب 5 اورو. حكينا واحد النوع اخر عاوتاني كانت ديها مرة، شوفوا واش عندهم دابا ولا لا. واحد النوع مولف كانت ديها مرة ما جبرتوش فيه. إذن عندي إذن بحال دايما بالنسبة للخبز، عندي هادي بحال دايما. هنا كما كتشوفو الأخوان مثلا، هذا تيسبيس قورو 9 سنتيم فيه 6، هذا ب 70 سنتيم عاوتاني، بحال التيسبيس ديال بريسا اللي الدراري صغار. هذا ديال الشوكولاتي عاوتاني ديال الدراري صغار ب 89 سنتيم النوع هذا. هذا عاوتاني 6 اورو 29 نسكويك، 6 اورو 29 كما كتشوفو. هادو 6 اورو 50 النوع هذا كازي. هذا فلان ديال ويبو بأورو 20، فلان ديال البيض زد، هادي زد هادي أورو 59 بالفلان، هادي غير بـ 80 سنتيم كما كتشوفو. هادي أورو 59، هادي بـ 80 سنتيم. الإخوان كما كتشوفو لاكلاس بالنسبة للبوسيلادوس كما كتشوفو، هذا مثلا جوج اورو، هذا هذا معدل الشوكولاتي، هادو 12 ميني 12 غير اورو 35. هذا المندرادو بالنوا او بالنوا المندرادو دايب جوج اورو 10 في 6 الحبات كبر من الكبير. صغير المندرادو صغير غير بجوج اورو 40 في 8. هاد النوع هذا جوج اورو 29، انتما كتشوفو شحال الانواع هنايا كاينين. هذا بتورون اورو 99، هذا خلال البطون. هادو جوج اورو 35 هنايا كما كتشوفو، هادو جوج اورو 50 بالفريسا بالناتاي غاييت دي غاييتاس، هادو باينيا بفانيليا كنظن عندي. خديت هذا وندوقو هاد المرة، كل مرة كندي شي نوع في الشكل، ندوقو هاد المرة هذا في هذا، خديت هاد النوع هذا. بالنسبة للعسل الأخوان مثلا، كاين هاد النوع هذا ديال روميرو 4 أورو 19، كاين هاد النوع هذا 3 أورو 15، ديال الإيوكاليبتوس، ديال الإيوكاليبتو، هذا ب ديفيان، عاوتاني ديكشي ديال لي بات، كاين هاد الجهة هادي عاوتاني ديكشي ديال لي بات كيما كتشوفو. هاد سباغيتي هادي مثلا بأورو 99، هاد النوع هذا. مكروني هنا كان اورو غير 99، هذه هي غير 99. هاد كيديو هاد الشعريه ولا بدا هادي بحال غير 95 سنتيم كما كتشوفو.
عندنا هادو، عندنا هادو الطاخاريتاس، هادو بيحيطاليس بتساعدو 60 سنتيم نباتيين، هادو بخورة وتسعين عرفت يعني، هادو شعرية ولا كدا واش هادو، بو سباكيتي هادو 95 سنتيم، عندنا هادو كيما كتشوفو، هادو هادو شعرية بتساعدو 60 سنتيم، هادو المقاروني هادو اللي كتشوفو غير بحال بتساعدو 40 سنتيم، كاينة شعرية هادي رقيقة عاوتاني. شحال كيلو ديال 150 غرام بوينو كيلو الأرض 63 سنتيم، سباكيتي هادو 49 سنتيم، هاد المكروني هادو 60 سنتيم، هاد المكروني هادو كيلو كنظن ب 95 سنتيم، هادو الطيارينيس سباكيتي بوينو، هادو الطيارينيس كيتسمى واحد النوع ديال سباكيتي ب 95 سنتيم كيما كتشوفو. بيتزا كونفيلادا، بيتزا كونفيلادا كونجلي، بوينو عندهم بزاف اللي فيهم اللحم بالحلوف بالدجاج باللحم الحرام وديك الشيء، بيرو كاين شي وحدين مثلا بالطون، بنادم مثلا كيكون مزروب ذاك المرة، كتبغي شي واحد مثلا تكفيه في الفران 5 دقائق كنظن، بحال هكا دغيا كتوجد 5 دقائق كنظن، بوينو كاين شي وحدين بالطون ولا يكون فيهم اللحم مثلا، حق الأغلبية فيهم اللحم بالحلوف أو بالدجاج أو باللحم راه نتوما عارفين. وكنظن بان هنا الاخوان عندهم غاسباتشو، البارح الاخت في ديك واحد مباشر ولا واحد اللايف درتوه سولتني الاخت اخت ياسمينه كنظن من الجزائر، سولتني على غاسباتشو وكنت قلت لها انه كيتباع بزاف بلايص، هذا مثلا ديجا بريباري غاسباتشو، هذا بشحال الثمن ديالو حاضر بشحال موراكو موراكو بون جوج اورو 55، هذا السوبا ديال سالموريخو كنظن عاوتاني هنايا عندهم هذا غاسباتشو حتى هو عاوتاني بجوج اورو 60، جوج ديال القرطونات بجوج اورو 60 ديال غاسباتشو كما كتشوفو، صوابي المعلق ديال الصوابي، هادو الطورطية، هادو الطورطية هادي مثلا ديال البيض والبطاطا كتكون عندهم ديجا واجدة، اورو 95 هاد النوع هذا ديال الطورطية كما كتشوفو، مثلا انسالادية عاوتاني عندهم واجدة، انسالادية هاد النوع هذا عاوتاني واجدة بجوج اورو مثلا، كاينة هادي عاوتاني انسالادية امريكانا بأورو ديجا واجدة، هادي الاليولي عاوتاني، سلادية ديال الاليولي عاوتاني بأورو، سلادية ديال كونغريخو عاوتاني بجوج أورو 50، هادي سلادية ديال كونغريخو، وهادي الروسة بأورو 15، سلادية الروسة عاوتاني، هنا داكشي ديال البيتزا عاوتاني كونجلي، البيتزا كونفيلادا كما كتشوفو الإخوان، هانتوما كتشوفو بالأثمنة مثلا جوج أورو 3.50 أورو. بون كاين شي وحدين ما فيهم لا لحم لا دجاج لا حلوف لا حتى حاجة، بحال اللي قلت بحال مثلا هادي بيتزا ياطون جوج أورو، هاهي بيتزا ياطون مع الزيتون، هادي طوماطي كيسو عاوتاني مثلا غير مطيشة وجبن ما فيها لا لحم لا دجاج لا كدا، يعني حلال يقدر بنادم مثلا الإنسان إلا كان مزروب، واخا هادشي من الأحسن يتجنبو الإنسان، ولكن الإنسان إلا كان مزروب مثلا يكون الناس بعد المرة ما عندهمش لقا الوقت مزروبين، هادشي اللي كان الإخوان. شكرا للجميع، تحياتي لكم الاخوان، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش الدعم ديالكم، شكرا تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله.